مساء الخير على حضراتكم أعزائي متابعي ومشاهدي موقع مصراوي عبر صفحاتي الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وأهلا وسهلا بحضراتكم وهذه التغطية حية جديدة هنا من محافظة بورسعيد، تحديدا هنا من منطقة عثمان بن عفان في حي الزهور أحد المناطق الشعبية في المحافظة، علشان يكون معنا هذا اللقاء وقصة كفاح مختلفة. مش بس الأم المثالية لصاحبة قصة كفاح، في هناك طبعا العديد من الأمهات المثاليات، لكن مؤخرا يعني كان في تكريم من نوع خاص للأب القدوة. وزارة التضامن كرمت الأب القدوة بمختلف محافظات الجمهورية، وبورسعيد كان لها مركز خاص. احنا في منزل الآن الأستاذ أحمد النحاس، الأب القدوة على مستوى محافظة بورسعيد، وفي نفس الوقت هو الثالث على مستوى الجمهورية، عشان نعرف قصة كفاحه وقصة نجاحه. أستاذ أحمد، في البداية ألف مبروك، وقول لنا كده قبل ما نتكلم عن القصة وقصة كفاح، إزاي تم إبلاغك بالتكريم وحصولك على لقب الأب القدوة على مستوى محافظة بورسعيد والثالث على الجمهورية؟ الله يبارك في حضراتكم، وأنا بتشرف بوجودكم وأهلا وسهلا بكم. هو البداية يعني أنا قدمت بناء على الإعلان اللي قدمته مدير التضامن ببورسعيد، وطلبوا اوراق ومستندات بتؤيد الكلام نفسه. لكن هي قصه الكفاح الحمد لله رب العالمين، قبل اي شيء توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. بدات بوفاه زوجتي، بمرض زوجتي الله يرحمها، قبل وفاتها بثلاث سنين، وانا كنت في الفتره دي الاب والام بالنسبه لاولادي ولزوجتي كمان. زوجتي كانت، انا كنت يعني اقدر اقول ان انا كنت شايل البيت كله، متطلباته الى جانب ان انا كنت معاها متواجد دايما في رحله علاج بتاعتها، الى ان ربنا اشاء وقدره تم والله يرحمها توفت بعد معاناه مع المرض ثلاث سنين. في الحقيقه انا بدات احكي لنا عن الزوجه الاول، يعني كانت عامله معاك ايه دورها في حياتك قبل الوفاه؟ اولا هي قصة جميلة جدا قبل الجواز، والحمد لله ربنا وفقنا واتجوزنا، وكانت إنسانة أنا بقول يعني أنا فقدت كل شيء، يعني كانت بتعمل كل حاجة. يعني أنا كنت بعد الوفاة بقول إن هي كانت بتخلص كل حاجة، فالحمد لله بعد وفاتها كانت بتخلص كل حاجة. فهي إنسانة مهذبة، وكانت إنسانة على قدر من العلم، موظفة في مكان محترم في معهد فني للسياحة والفنادق بورسعيد، وكانت عيشة طيبة، وأنجبنا بنتين كانوا هما كل حياتها وحياتي. لكن أنا طبعا ربنا سبحانه وتعالى لما أراد، يعني أنا يعني كان بيمهد المرض ده، أنا كنت بقول تمهيد للرأفة بيا أنا شخصيا، عشان يبقى في مقدمات للفقد. للفقد. انا بشكر ربنا طبعا انه اداني التمهيد ده عشان اتاهل لان انا افقد زوجتي، لان هي كانت طبعا انا ما كنتش اتخيل. كنا يعني حتى زملاتنا كانوا يقولوا بتمشي مع بعض رايحين جايين خارجين طالعين كده، يعني مش بنسيب بعض احنا. بدات تعيد حساباتك تاني بعد وفاتها، ازاي بقى هتكمل مع طفلتين لسه؟ هو ده اللي انا كنت عايز اقوله لحضرتك، ان انا طبعا قعدت مع نفسي الخطه هتكون ايه. انا طبعا اخواتي واختي ربنا يخليها لي قالت لي ده انا كل يوم هعمل لك، قلت لهم ما حدش يعمل حاجه، انا لازم اتحمل مسؤوليه بنفسي. ففعلا كانوا هم في مرحله سنيه صعبه جدا، اللي طبعا حضرتك انا عارف مرحله المراهقه والكلام ده. فانا طبعا الى جانب شغلي، انا كنت شغلي طبعا كان بيبقى اخد كل وقت، فطبعا كنت انا بصلي الفجر واقوم بقى ايه اعمل الاكل والكلام ده، لو اتاهل لموضوع بعد الشغل الدروس. انا طبعا ولادي في فتره المراهقه دي ما سبتهمش، لغايه ما خلصت ثانويه عامه ما سبتهمش خالص ابدا، يعني روح على الدروس قاعد تحت الكورس لغايه ما البنت تخلص، لان طبعا انت عارفه المجتمع المحيط بالدروس والكورسات والكلام ده، لغايه ما خلصت ثانويه عامه، لدرجه ان انا كنت بقف زي الامهات في اللجان حقيقي والله. يعني انا اولا ما بقولش كلمه زياده بامانه، يعني كنت بقف في اللجان، كنت خايف بنتي تتعب ولا حاجه ابقى انا جنبها. يعني لغايه ما خلصت ثانويه عامه الحمد لله، وبنتي الكبيره نوران جابت 97.5%، ما شاء الله. وبعدها بسنه، انا الثانويه العامه قضيتها اربع سنين، بعدها بسنه نوران جابت 93 في
احنا دخلوا الاثنين كليه تربيه في بورسعيد اللي هو كنت شعبة ادبي، وروان دخل القسم انجلش، وروان دخل القسم اللي هو الدراسات الاجتماعيه بناء على رغباتهم يعني. والحمد لله اتخرجوا وبدانا مسيره ثانيه. مننا طبعا انا كنت بالنسبه لهم يعني، قبل ما نتكلم عن المسيره الثانيه بقى اكيد كان في لحظات من التعب، مسؤوليه بنتين وفي فتره مراهقه. ايوه بنات في فتره مراهقه، التعامل معاهم كان صعب، كنت الاب والام. احكي لنا عن المرحله. والله انا هقول لحضرتك، انا دخلت في الموضوع على طول، دخلت على طول، بقيت انا الاب والصديق والام فعلا، دي حقيقه يعني. دخلت في الموضوع على طول، بقيت لان انا مش هجيب حد يعني يكونوا بناتي محتاجين شيء معين واقول لهم روحوا لفلان او روح او، بقيت انا على طول دخلت في الموضوع عشان يبقى سهل عليا، لان الموضوع لو كبروا وانا ما دخلتش في الموضوع كل بحساسياته مش هينفع. فالحمد لله بقينا احنا الثلاثه قبل ما اكون انا اب فاحنا اصدقاء، وانا ام بالنسبه لهم واب كده. يا استاذ احمد كان في محطات في حياه حضرتك اثرت في الحياه وغيرت في شكل الحياه، ابرز بقى المحطات دي كانت ايه؟ شوف حضرتك يعني في حاجات انا مش هقول لك، انا يعني اخويا بنصلي مع بعض يوم الجمعه، انا ساعات امشي معاه بالعربيه في حاجات طلعت في بورسعيد ما شفتهاش بامان، والله العظيم انا ما شفتها. لوجودك طول الوقت انا موجود هنا للجامع للكورسات للبيت للمتطلبات البيت بس، لكن في حاجات فعلا انا ما يعني انا بقول ان انا في جزء كبير في الفتره دي من حياتي يعني ما شفتهاش. العمر عدى من غير ما تحس. جدا جدا. وبعدين يعني طبعا انت المجتمع المحيط بيك بيضغط عليك، حتى زملائك الكلام ده، لا تتجوز، لا مش عارف ايه الكلام ده، فانا حسبت الموضوع نفسيا الولاد اتأثر. انا عارف يعني كرست كل حياتك طبعا، لان الولاد طبعا بنات وما فيش حد هيعوض الام ابدا مهما كان انسان طيب وخلوق وكل حاجه، لكن طبعا لو اتمنى اقول مثلا ان انا وانا صغير والولاد صغيرين لما الام كانت بتزعلهم مثلا كنت باخد بعضي وانزل، لكن لو حد تاني مش هاخد بعضي وانزل. هي طيب. في انا سمعت ان بنت حضرتك اتخطبت، ففي حد هيخطف منك قطعه من قلبك زي ما قلت كده. ايوه وصيت قلت له وصيتك؟ شوفي حضرتك هي اتخطبت لانسان طبعا ده بعد دراسه رهيبه مني انا وقعد مده سنه عشان انا وافق، انسان خلوق جدا جدا جدا، هو مدرس برضه وانسان خلوق جدا، وانا بعتبره من الزمن الجميل بتاعنا احنا مش الشباب الجداد، فعشان كده انا يمكن وافقت بيه، عشان كده انسان محترم جدا يعرف الاصول، وانا يعني حاسس ان هو يعني انا هيبقى امين عليها. انا حاسس ان انا هو هيبقى امين عليها وانا هبقى مرتاح. وصيته بقى قلت له ايه؟ انا اول كلمه قلتها له بعد ما وافقت قلت له انت بقيت ابن الثالث بس، وفعلا هو ما زال هو دلوقتي حاليا ابن الثالث، انا بقى يعني براء مصالحه زي اولادي يعني. طب حضرتك حسيت بايه في لحظه التكريم؟ شوفي حضرتك هي لحظه التكريم دي المعنويات ارتفعت جدا جدا جدا، حسيت ان حد بيطبطب عليا، بس يعني انا عايز اقولها بالبلدي، حد بيطبطب عليا بيقول لي ايه يعني انت ماشي تعبت كنت نتيجة. ماشي في الطريق الصحيح يعني انا في بدايه الطريق انا قلت يا رب انا همشي في طريق اللي انت رسمه وحاسس ان ربنا هيوفقني، وفعلا ربنا انا بقول مش انا مش مجهودي بس، ده مجهود ربنا واقف معايا كتير بامانه يعني، ربنا واقف معايا كتير. بنات حضرتك بقى يعني بتشوف هم بيشوفوا اللي حضرتك عملته، اللي حضرتك ضحيت بسنين عمر بالضغوط اللي اتعرضت ليها، هم احساسهم ايه بقى؟ طبعا ده انا بالنسبه لهم يعني مش بقول كده عشان انا والدهم يعني، هم بالنسبه انا بالنسبه لهم كل حياتهم يعني، انا لو اتاخرت مثلا في مشوار انا بصلي، لو اتاخرت عن ميعادي بابا انت فين انت مش عارف ايه كده يعني، فهم طبعا هم لو ما تلاقونيش معاهم في البيت مده، لو انا في مشوار لو انا بروح بقضي مصلحه معينه او كده بحس انا بالقصه دي. طيب هم مجرد ان هم يفكروا انه يقدموا لك في المسابقه ده كان تكريم منهم ليك يعني، ده كان اعتراف. هم حاسين طبعا انا بحس حتى مش بالكلام يعني، انا عندي اولادي ما بيتكلموش كتير بس انا بحس بتصرفاتهم وشعورهم ان هم حاسين بالدور اللي انا قدمته يعني، انا ما تخيلش ان انا بنت منهم تبقى يعني تنام زعلانه او، فهم حسوا بالدور اللي انا قدمته، وهم حتى في كل مجتمعاتهم مع زملاتهم واصدقائهم بيتكلموا يعني، انا يعني بسمع من زملاتهم بيكلموني
والله يا عم مش عارف ده بيقولوا كذا وبيقولوا كذا وحضرتك كذا، فانا بحس ان هم يعني مشاعرهم ما بيوصلهاش على طول. لكن مجرد حصولك على الاب المثالي على مستوى محافظه بورسعيد الاب الاول ده كان اكيد ليهم شعور خاص ليهم وتعبيرات طبعا، يعني حتى لو ما عبروش هيعبروا لا ده هم يعني هم طبعا كانوا حاسين ان دور انتهى بالتكريم. الدور انتهى بالتكريم؟ لا الدور يعني نهايه يعني افضل لك انت تعبت يعني مش انتهى يعني هو الدور يعني انا قصدي اقول ايه كان قبل اخر التكريم مثلا لان احنا خلاص كبرنا يعني ما السن خلاص ربنا يديك طول العمر. طب حضرتك شايف بقى يعني من الوجه الاخر اللي احنا بنناقشه دلوقتي الدوله شايف اهتمامها ازاي في هذه المسابقه؟ طول عمرنا بنشوف الام المثاليه. أيوة. شفنا بقى السنه دي الاب القدوه، حضرتك شايف ده ازاي بقى كاب؟ ما هو ده حديث كان حديث في بدايه الحديث دكتوره مايا مرسي في بدايه كلامها معانا قالت احنا طول عمرنا متعودين ان احنا بنعمل الام المثاليه، فاحنا اول سنه بنعمل او تاني مره ممكن الاب القدوه. حتى انا رديت عليها قلت لها فبيبقى شيء كويس ان في اب قدوه، قلت لها لا يا دكتوره ان انا بقول ان الاسره كلها هي قدوه، الاب والام لازم يبقى في تكامل، الاب يكون قدوه للاسره كلها وبالتالي الام بتبقى قدوه لاولادها وبتبقى اخذ الاب رمز للاسره كلها. اكيد في الرحله دي كان في مواقف صعبه جدا حضرتك عمرك ما تنساها، حسيت بقى انك تعبت والحمل زاد، ازاي كنت بتشجع نفسك وبتقوي نفسك؟ بتقول ان نفسك حضرتك قاعد لوحدك كده مش شايف الحمل بيزيد عليك فجاه ومواقف وبنات في فتره المراهقه. هو الفتره دي كلها فعلا خصوصا فتره قبل ما اطلع معاش كمان بامانه يعني كان ضغطي عليا، يعني مثلا ايه انا عندي شغل دلوقتي ممكن يقول لك ناس من الوزاره جايه وانا عايز اروح البلاد رايحين كورسات وعايز اكمل اكل وعايز وعايز وعايز، فالضغوط دي كانت بس كلها كانت بتنتهي بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى، لان انا كان عندي الاحساس ان انا عايز يعني اعمل حاجه توصل لاولادك ببر الامان اوصل ليهم بر الامان وانهي مسيره حياتي. طبعا الاعمار بيد الله، بقيت اعمل كل حاجه لو انا النهارده مش موجود. عايزين نختم بحاجه بقى يعني من رساله من الاب القدوه لكل الاباء، دايما ان احنا بنقول بر الوالدين، دلوقتي عايزين بقى بر الابناء، حضرتك توصي ازاي الاباء ببر الابناء؟ شوف حضرتك يا مصر عليه الصلاه والسلام كان في بعض الصحابه قبل في الجاهليه يعني كانوا بيسموا اولادهم اسماء مش كويسه، فكان الرسول يقول ايه انت عققت ابنك قبل ما هو يعوقك. فبالتالي طبعا رساله ان لازم ان في الفتره الزمنيه الحاليه ان الاب والام، ما بقولش الاب كمان بس الاب اكتر كمان، لان الاب بيبقى بعيد شويه فالام بتاخده وجهها، فالاب والام يكونوا ملازمين جدا جدا لاولادهم في فتره المراهقه، لازم يكونوا بس ما مش يروح دروس لوحدهم، يعني يبقى في فتره ان انت محاوط عليهم بالبلدي زي ما بتقول كده لغايه ما البنت او الولد شخصيته تكون يبقى عنده قرار يعرف ياخد الصح من الغلط، فانت بتسيبه بس بتتابعه من بعيد، يعني مش تسيبه يعني نقدر نقول الاب مش فلوس بس؟ لا 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 يعني الاب مش يعتقد الاب هو مصدر الفلوس او الدخل في البيت. لا لا كان يعني بعض الزملاء كانوا يقولوا لي انا قاعد بنكي في البيت. لا بالزبط. الاب مش بنك، الاب لو بنك يبقى الدنيا فاشله. هو حضرتك اللي اثبتت كده ان الاب مش بنك لا بس. لا حضرتك الاب موجود حتى لو الام موجوده. اسمح لي واحنا بنختم حديثنا المشيق والجميل مع حضرتك اللي احنا رسالة وده مهم جدا لشريكة الحياة زي ما حضرتك وصفتها لزوجتك الراحلة، تقول لها ايه لو هي موجودة قدامك دلوقتي تقعد معاها كده وتقول لها ايه؟ انا كنت بقى انا بكلمها على طول بكلم حضرتك، يعني كل ارجاء البيت ده هنا منزل ده لنا ذكريات، فانا بكلمها على طول، يعني اما اي مناسبة بنت بتنجح ومجموع اروح لها وازورها واقول لها نورة نهان جابت كذا 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 طمني ما تقلقيش، الاختيار بتاع الخطوبة بتاع روان كان صح، انا بقيت زي ما انت كنت موجودة وتحبي ما تقلقيش، فبالتالي انا ما سابتناش، يعني رسائل مستمرة هي موجودة حضرتك. يعني ما اقدر اقولك ان حاجتها موجودة زي كانها عايشة يعني.
ليك حق يبقى عضو مسؤول. شكرا لحضرتك. بشكر حضرتك جدا جدا جدا. وانا طبعا من خلال اللايف بشكر دكتورة انجي حسن مديره عام مديريه وكيله وزاره تضامن بورسعيد، وبشكر الدكتوره طبعا مايا. طبعا وانا دكتوره انجي كانت موظفه القاء مع السيد المحافظ على اساس يبقى في تكريم، فانا طبعا بشكرها من خلالكم. وجايز نلتقي هناك مع ان شاء الله باذن الله. اعزائي متابعي ومشاهدي موقع مصراوي عبر صفحاتي الرسميه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كنا مع حضراتكم مع الاب القدوه مستوى محافظه بورسعيد الاستاذ احمد النحاس عشان نرصد هذه القصه الجميله. الاب القدوه رسائل مهمه جدا في هذا اللايف، اتمنى انها تكون وصلت لنا جميعا. شكرا لحضراتكم جزيلا على حسن المتابعه.